بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم؟ عاملين ايه النهاردة؟ يوم جديد وحلقة جديدة خطيرة ان شاء الله يا رب تعجبكم. عاملين وصفتين لذاذ وسهلين كلنا بنحبهم. اول وصفة هنعمل طاجن مسقعة بلدي محترم، اللي هو الاصلي، المسقعة الحقيقية، مش التانية ملحمة مفرومة وبشاميل وبتاع. الحاجات دي كلها ظريفة بنجربها، لكن هي دي الحقيقية اللي الواحد لما بياكلها كده ما بيقدرش يقوم من قدامها ابدا. خطيرة بأسهل طريقة، هنخلصها أوام، خصوصا لو ما عندكيش أي أفكار تتغدي النهاردة غديهم مسقعة إن شاء الله تعجبكم. الوصفة التانية هنعمل الشعرية باللبن، برضو حلوة جدا وبتدفي ولذيذة، ومش لازم نحط فيها سكر كتير ولا تبقى تقيلة. هنعملها بطريقة لذيذة من غير ما تبقى تقيلة ودسمة كده، سواء زكاة هي ولا المسقعة إن شاء الله. يا رب الحلقة تعجبكم. فاصل بسرعة جدا ونرجع على طول بعد الفاصل نعمل أول وصفة المسقعة البلدي. خليكم معانا. أنا جيت. هنعمل زي ما قلنا أول وصفة المسقعة البلدي الحلوة، بتتاكل على طول، بتاخدش أبدا أي خفيفة، مش تقيلة ولا فيها لحمة ولا فيها بشاميل ولا أي افتكاسات. الأصلية الجامدة، بص عشان بحبها مش قادرة أقول لكم، ما بقومش من قدامها والله بجد بموت فيها. بص، البتنجان، أنا معايا بتنجان وشويته. البتنجان لما بيتشوي بيعمل نكهه حلوه كده. بتعملي ايه عشان يتشوي معاكي مظبوط؟ انت بتقطعي حلقات، ويا اما بترصيه في صينيه فرن مدهونه زيت، وترشي على البتنجان برضو من فوق زيت، وتدخليها فرن درجه حراره 200 لغايه ما البتنجان يتشوي من فوق ومن تحت. هايل. عايزه تحطيه في الاير فراير برضو بالبخاخ، يكون فيه زيت، ترشي على البتنجان وتقلبيه الناحيه التانية وترشي عليه وتدخليه الاير فراير على درجه حراره 200 لمده تقريبا 15 دقيقه او يمكن اقل 12 دقيقه. هتلاقيه اتشوى معاكي وبقى تمام من غير ما نغطسه في كميه زيت قليه قد كده، ويطلع شافط كل الزيت مهما نحطه على مناديل، بينزل طبعا شويه زيت لكن هو نفسه بيبقى تقيل ودسم، والواحد كده ياكل شويه يحس ان هو ايه، البتنجان طبق على نفسه. لا، احنا عايزين ناكل من غير ما نتعب، فالشوي ده كده خلاص لا نقاش فيه. نشوي البتنجان ونشوي كمان الفلفل بنفس الطريقة. عايزة تشويهم على النار على الجريل بمعلقة زيت خفيفة، وتحطي البتنجان، ولما بتقطعيه رفيع بيخلص معاكي ويتشوي أوام. لكن لو قطعتي حلقات البتنجان تخينة قوي هتبقى محتاجة زيت كتير قوي لغاية ما تتشوي معاكي على النار. لكن لو مقطع الحلقات رفيعة هتلاقيها هواء مع بخاخ زيت اتشاوت معاكي وبقت تجنن، هي والفلفل الرومي الاخضر او الفلفل الحامي براحتكم حسب ذوقكم. فانا خلاص عملت الخطوه دي ومعايا ايه، الخضار المشوي من البتنجان والفلفل. محتاجه احضر بقى توم، يعني 4-5 فصوص من التوم. معانا طماطم متقطعه مكعبات، ممكن كمان نحط معاهم معجون صلصه طماطم لو تحبي. معجون صلصه الطماطم بيتقل القوام وبيدي لون احمر حلو قوي للمسقعه، فلو حطيتوه هيبقى افضل. انا هنا معايا طماطم بس، طماطمتين كده حلوين متقطعين صغيرين، فانا هحطهم مع المسقعه. معنا ملح وفلفل، معلقة كبيرة من الكزبرة الناشفة، نص معلقة صغيرة من الكمون، رشة سكر خفيفة، ومعلقة خل، وبس خلاص. بس كده بس كده. أنا بعد ما بشوي دول بروح في طاسة سخنة على النار زي ما انتوا شايفين، هحط شوية زيت حاجة خفيفة قوي عشان أشوح بقى التوم وانزل بالطماطم والكلام ده كله. بس أهو هنزل أول حاجة بالثوم، الثوم الخطير أهو، عايزة أشم ريحته كده. أبقى واخدة بالي أشم الريحة، بص يا دوب كده يبقى لونه أشقر ذهبي كده. هنزل على طول بالطماطم، نحط كمون، معلقه نص معلقه صغيره، ومعلقه كبيره من الكزبره، رشه سكر، ملح وفلفل،
فلفل، وزي ما قلت لكم انصحكم بان انتوا تحطوا معلقه كبيره او معلقتين كبار من معجون صلصه الطماطم، هتخلي اللون قوي في المسقعه. انا كل اللي انا محتاجاه دلوقتي ان الطماطم تدبل وتبقى مهروسه كده معايا ودبلانه خالص، تمام. فانا ممكن حتى احط لها البتنجان والفلفل وكل حاجه وهي برضو بتدبل، مفيش مشكله. هنزل بحلقات البتنجان الحلوه دي كده، نشيل الفلفل الحامي ده، نحط كله. يا سلام، حد بقى يحدف لي رغيف ومحدش ليه دعوه بيا. يا سلام عليكي. احط بس في الاخر معلقه خل، هو ده بس اللي فاضل، وبرده رشه ملح وفلفل عشان احنا بعد ما حطينا الخضار برده هنحتاج رشه ملح وفلفل، رشه ملح ورشه فلفل ومعلقه صغيره من الخل بس كده. هنقلب الكلام الحلو ده يتسبك كده مع بعضه، والطماطم زي ما قلت لكم تتهرس كده وتتهري، ويبقى الطاجن جاهز ويجنن زي ما اتفقنا كده. ينفع او نحط له معجون صلصه طماطم، هينفع. احنا عاملين طبعا طبق خطير من المسقعه البلدي، حطينا فيه معجون صلصه طماطم ومحطوط هناك اهو على الديسبلاي. الاستاذه صرصوره السكر العسل المخرجه بتاعتنا اجيبه لكم حالا، محطوط عليه معجون صلصه طماطم، او حتى ممكن تاكلوه كده بالطماطم اللي احنا حاطينها دي، هيبقى ظريف جدا، طعمه خطير اهو. عايز بس رشه كده بقدونس. فين البقدونس؟ لا البقدونس مش جنبي بقى، مش هعرف اعمل الحركه دي، هتقولي بقدونس. طاجن المسقعه ظريف جدا وسهل قوي، مش هياخد منكم ابدا اي وقت. تحبي تخليه ياخد وش تحت الشوايه اوكي، مش عايزه بلاش. انا عن نفسي ما بدلوش وش ولا حاجه، بطلعه من الطاسه على الطبق ومعايا الرغيف الطازه الحلو وبديها، ومحدش بيقدر يوقفني. وابقوا اسالوا عليا بقى بعد الحلقه عشان انا اللي هاكل المسقعه دي كلها لوحدي. فاصل بسرعه، وبعد الفاصل نرجع نعمل شويه شعريه باللبن. ياه، خليكم معانا بعد الفاصل. انا جيت هنعمل شويه شعريه باللبن، مزيكا ياه تدفي الواحد، والواحد كده ايه الشعر. انا بحب الشعريه جدا، انتوا مش فاهمين، انا اي حاجه فيها شعريه احبها قوي. فبالنسبه لي وانا بجد بقول لكم انا حاسه بطعم الوصفه خطيره. بصوا معايا كوبايه شعريه، بنحمرها كده ايه في حته سمنه صغيره بس عشان تديها طعم، وشويه زيت، تمام. بنحمرها نديها اللون الذهبي الجميل ده، ونبقى واخدين بالنا كده وواقفين قدامها واحنا بنقلبها علشان تاخد نفس اللون في نفس الوقت كلها، تمام. ما يبقاش ايه لون فاتح ولون غامق، او واحده غمقت قوي كده. ركزي وتبقى النار هاديه وتقلبي، تعملي لون للشعريه كده ايه خطير. معانا كمان معلقتين من السمنه، ممكن نخليها معلقه واحده، مش لازم معلقتين عشان الدنيا ما تكترش قوي، هي معلقه واحده من السمنه وتكون صغيره كمان. هنحتاج برضو معاها معلقه زيت، معانا 3 كوبايات من اللبن الحليب، هنعمل كمان معانا كمان معلقه كبيره من الكريم شانتيه البودره. عايزه تحطي كيس كامل من الكريم شانتيه البودره مثلا وتخليهم 4 كوبايات لبن، ماشي مفيش مشكله. ومعانا سكر حسب الرغبه، شوفوا عايزين تحطوا سكر قد ايه مثلا. انت انا دايما بيبقى مدام 4 كوبايات لبن يبقى كل كوبايه لبن معلقه سكر، 3 كوبايات لبن يبقى كل كوبايه لبن معلقه سكر كده، يعني عشان ايه احط سكر مظبوط، ما تبقاش مسكره قوي ولا الواحد يحس انها ايه عايزه سكر، تبقى مظبوطه. ومكسرات، لو عندكم مكسرات حطوا بقى، احنا ما عندناش مكسرات. لو انتوا بقى عندكم مكسرات في البيت دلعوها وحطوا مكسرات. في الحله حته سمنه كده صغنونه، وانا اصلا الشعريه مديها لون وكل حاجه، هنزلها كده اهو. انا محمراها قبل ما نطلع مع بعض، ليه بقى؟ علشان بس ايه ما تنبخش بيها وابقى خلاص اخدت اللون الحلو. انت اول ما تاخد معاكي اللون الحلو كده وبقت تمام، على طول بنطفيها باللبن على طول، لبن دافي او لبن فاتر مفيش مشكله.
ما بتبقى ايه تاخد اللون الحلو بسرعه نحط لها اللبن ونقلب كده. هنحط الكريم شانتيه البودره زي ما اتفقنا، هنحط معلقه كبيره حلوه كده على الثلاث كوبايات اللبن، وهنحط ثلاث معالق برده من السكر. استنى برده عشان ايه السكر غلي وانا حلي بايه، لازم برده الانسان يحط بالظبط على قد الايه على قد الاكله بس كده. ايه بقى اللي هيحصل عشان الشعريه تبقى مظبوطه معاكي؟ انا بعد ما عملت الكلام ده كله هستناها تغلي غلوه واحده بس، اشوفها بتغلي كده غلوه واحده اللي هي حصلت دلوقتي اهي كده، غليت غلوه واحده. هعمل ايه؟ هطفي النار واقوم مغطيها واسيبها كده متغطيه لمده 10 دقايق بس. الشعريه هتتنفخ من غير ما تبقى مهريه قوي، كميه اللبن قصاد كميه الشعريه هتبقى مظبوطه. لو حسيتي ان الشعريه كتير قوي واللبن قليل زودي شويه لبن كمان وقلبي ودوقي كده، لو محتاج برضو سنه سكر وبس. ما تخليش اللبن يغلي بالشعريه، ده هيخلي الشعريه مهريه قوي وتتهري وتيجي تشربيها كده يعني ما تبقيش عارفه هي مالها عامله كده ليه، مش مظبوطه ليه. ويندرج نفس الحكايه دي على كل الشرب، شوربه لسان العصفور، شوربه الشعريه. دايما عندنا مشكله هي الشوربه بتشرب لسان العصفور ليه، يعني بتبقى دايما مستغربين. ده بسبب ان انت سايباهم عمالين يغلوا مع بعض. هي غلوه واحده وتطفي النار وتغطيها وتسيبيها، هي مع نفسها هتبتدي تستوي وهتبقى مظبوطه جدا جدا، وهتاكلي احلى شعريه. حطوا عليها مكسرات براحتكم تاكلوها كده، انا باكلها كده على مكسرات ولا حاجه وبتبقى تحفه. ان شاء الله ان شاء الله تجربوها وبالهنا والشفاء. الحلقه خلصت النهارده، عملنا مع بعض اول حاجه المسقعه البلدي الرايقه اللذيذه اللي محتاجه رغيف بلدي وبس، خطيره. جربوها وقولوا لنا ايه رايكم. والوصفه الثانيه الشعريه باللبن برضو اللذيذه جدا السهله قوي، جربوها وقولوا لنا ايه رايكم. بشكركم جدا جدا ان انتوا تتفرجوا عليا. شوفوني كل يوم الساعه 1:30 على قناه النهار في برنامجكم اكله بيتي. باي باي.